معني الأول في قضية المناطق المتنازعة. طيب طيب، ولن تجد كلمة قلتها وأنا أقيم في كردستان غير تمسكي بعراقية كركوك وعدم القبول عن الحديث عن أي مكان آخر. هم أوجدوا الصراع الطائفي، زين، هم أوجدوا الخصومة السياسية، هم حرضونا على بعضنا، هم حرضونا على بعضنا، كل حتى كل هاي الكوارث، كل الكوارث سوارة. لأن الأكراد لهم مصلحة في إضعاف العراق العربي لالتهامه، يريدون أن ينتقموا، مسكونين بكل تراكمات التاريخ، بكل العقد. هم اليوم يتصرفوا مع العرب، حتى الفلاح العربي والمريض العربي الذي يذهب إلى أربيل للعلاج يهينوه، وهو لا علاقة له بالسياسة. نوري المالكي اليوم وعمار الحكيم أيضا يريدون أن يقدموا أنفسهم على أنهم زعماء وطنيين، ويقدمون أنفسهم على أنهم يتحدثوا عن مصالحة. طبعا صاحب أهم خطاب للمصالحة هو عمار الحكيم حاليا، حتى نكون يعني ننصف الناس وننصف الرجال. نوري المالكي اليوم نتفق لم يقوم بخطوات مصالحة هامة، وطروحاته لم تصل إلى ذات المستوى الذي يتحدث